It's a new workout every day. It's physical every day. طفل يتيم لأم فقيرة تشتغل بوظيفة بسيطة. طلب منها جزمة رياضية علشان يكون مثل زملائه في المدرسة. الأم لأنها عارفة أن الوضع المادي مش ولا بد، فراحت للجمعية وجابت له جزمة من هناك، لكن المسكينة ما تعرف العلامات التجارية. لما ورت ولدها الجزمة، الولد فرح بالجزمة مرة لأن الجزمة كانت أديداس، لكن لما ركز فيها لقى أن فيها 4 خطوط. الولد قال لأمه: يا ماما، هذه ما هي جزمة أصلية، هذه تقليد. وحاولت أنها تقنعه بالجزمة وتخليه يلبسها. لما قاس الجزمة طلعت المشكلة ثانية، أن الجزمة ضيقة، فقال لها: يا ماما، الجزمة ضيقة وكمان تقليد، العيال حيضحكوا علي في المدرسة. قالت له: ما عليك، سوي اللي أقول لك عليه وحضبط لك الوضع. شالته للحمام ودخلته البانيو وخلته يمشي بالجزمة. لما خلته يمشي بالجزمة في البانيو، الولد استغرب، حس أنها مجنونة للحظة. وبالمشكلة زادت مشكلة ثالثة معه. قال: يا ماما، الآن الجزمة ضيقة وتقليد ومسببات لي ألم. قالت له: امشي، استمر في المشي في الموية ولا توقف. نفذ. بعد كم دقيقة سألته: ها، كيف الوضع؟ قال لها: لا، الوضع تمام، بدأت أحس أن الجزمة تخف الألم منها وبدأت تتوسع وتصير مقاسي. بعدها أعطاها نظرة فيها خليط من الشكر وخليط من الطموح. قال: إن شاء الله لما أكبر هشتري لك جزمة نايكي أو أديداس زي ميسي ورونالدو. أديداس شركة ألمانية أسسها 2 أخوان. لما اختلفوا وانفصلوا، الأخ الثاني بدأ شركة بوما. مع مرور الزمن طلعت لنا شركة جديدة اسمها نايكي. الشركة هذه كانت مهمتها إنها تدمر أديداس. وعشان تدمر أديداس استعانت بكثير من الرياضيين مثل جوردن، لبران جيمس، وكوبي براين، واللي سوت لكل واحد منهم علامة تجارية. لاعب السلة الأمريكي ستيف كيري حاول يوقع مع نايكي لكن ما وافقوا عليه، لأنه لما راح له ما كان يعرف أنه حيصير أفضل لاعب في NBA. يعني إذا كنت تبغى تكون كول، فأنت برضه ممكن تفكر في جزم أندر آرمر بدل النايكي والأديداس. هذا إذا أنت كنت تبغى. طبعا عندنا شركة ريبوك تورطت وما عرفت إيش تسوي، فقالت: خليني أسحب على الرياضات الكبيرة وأروح للكروسفيت. وسووا فيلم وثائقي سموه فيتستون ايرث علشان يتكلموا عن الاشياء اللي سووها في الكروسفيت ويحاولوا يخلونا نلعبها. ما في امل انا العبها. واذا كنت من الشياب او اللي عندهم مشاكل في الرجول مثلي، بتضطر انك تستخدم كروكس او سكيتشرز البشع طبعا للاسف. هل تتوقعون الطفل اللي بدينا في القصه هيشتري جزمه اديداس ولا نايكي ولا ريبوك ولا سكيتشرز، ولا هيسوي علامه تجاريه خاصه فيه؟